السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلا بكم متابعين عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس إذن نقدم لكم نشرة جوية خاصة لأحوال الطقس الجزاء اليوم الأربعاء الواحد من شهر أوت الفين واثنين وعشرين إذن متابعينا ستكون خلال الفترة الصباحية أجواء غائمة على المناطق الغربية الوسطى باتجاه المناطق الشرقية وأجواء صحو مشمسة على المناطق الصحراوية إلى غاية الفترة المسائية نتوقع لوصول أمطار ستكون رعدية غزيرة ومعتبرة البداية ستشمل المناطق الشرقية قسنطينة قلمة سقه سوم البواقي باتنا خنشلة بسا ونحذر متابعينا في ولايات تبسة وسوق راس وأم البواقي وباتنا وخنشلة من خطر الفيضانات في بعض المناطق أيضا أمطار مرتقبة على مناطق شمال شرق ولاية باديسوف ولاية بسكرة ولاية جلال بالإضافة إلى ولاية لمسيلة وبوسعادة وصولا إلى ولاية الجلفة ميلة وقسنطينة ستشهد أيضا بعض الزخات من الأمطار هذه الأمطار أيضا قد تصل مناطق جيجل وسكيكدا وعنابة تبقى الأجواء تقريبا قليلة الغيوم على المناطق الصحراوية الأخرى وتبقى غائمة كليا على المناطق الغربية مع بعض الرعود المنعزلة نفكر متابعينا بدرجات الحرارة القصوى معدة ظهيرة يوم الأربعاء إن شاء الله سنسجل تقريبا حرارة مرتفعة نسبيا على شمال الصحراء أول وحات أين ستكون ما بين 39 إلى ما يقارب 42 درجة منطقة الثورة ما بين 38 إلى 40 درجة ما بين 44 إلى 46 درجة على ولاية أدرار واتندو فاتا من راست ما بين 30 إلى 38 درجة المناطق الشرقية الداخلية الوسطى والغربية ما بين 30 إلى ما يقارب 36 درجة السواحل الغربية ما بين 29 إلى 31 درجة السواحل الوسطى والشرقية ما بين 29 الى 33 درجة إذن البحر متابعينا ايضا سيكون تقريبا مضطرب على كل الشواطئ الشرقية هادئ ان شاء الله على الشواطئ الوسطى والغربية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته